دي جماهير شيء اساسي، بس احنا عندنا مصيبه وكاس اسمها التراس، يعني عندنا ناس مش ممكن، ناس بيقتلوا وبيغضبوا وشماريخ، ويعني اعتقد ان انت ممكن تيجي تشجع وتعمل اللي انت عايزه في نطاق ان انت تحافظ على حياتك وحياه الاخرين، وهي دي الحريه في كل دول العالم. اعتقد مش في الحريه ان انت تموت او تخبط او تيجي تزق او تيجي من غير تذكره، لازم يبقى فيه تنظيم اكتر من كده عشان حياتهم هم برضه، هم بني ادمين بيهمونا حياتهم. يعني اوجه لهم اقول لهم ارحمونا، عايزين الجمعيه ترجع، ارحمونا انتوا اللي مخلين الجمعيه ما ترجعش، اذا كنتوا انتوا هتستمروا كده بلاها، مش عايزين التشجيع بتاعكم، احنا عايزين التشجيع زي اللي كان في كاس الامم. كنت بتخش استاد القاهره حاجه فيها بقى الطويل والقصير والكبير والشاب والطفل والست كل فئات المجتمع كانت موجودة وكانت بتشجع باحترام، وكان صوتهم أعلى منكم على فكرة.